العديد من القيادات حول العالم قامت بتعزية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعائلة الفقيد دكتور صائب عريقات والشعب الفلسطيني. دعونا نرصد أبرزها في هذه الفقرة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال: أنا ممتن لأني تعرفت على الدكتور عريقات وكنت أناديه بصديقي. لقد كان متفانيا في السعي السلمي لتحقيق العدالة والكرامة والحقوق المشروعة للفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة وإقامة الدولة، وأضاف: حان الوقت الآن لمواصلة عمله المهم وإنهاء الصراع الذي أثر على نحو مأساوي في حياة الكثيرين. أما نيكولاي ميلادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط فقال: أتقدم بأحر التعازي لأسرة صائب عريقات والشعب الفلسطيني، لطالما كنت مقتنعا بأن إسرائيل وفلسطين يمكن أن تعيشا في سلام ولم تفقد الأمل قط في المفاوضات ودافعت عن شعبك بكبرياء. سنفتقدك يا صديقي، أركض في سلام. وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني أرسل تعازيه أيضا بوفاة المناضل دكتور صائب عريقات، يقول فيها: حزين لسماع خبر وفاة السيد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين. عرفت من خلال تجربتي معه أنه شخص ملتزم بشكل كبير بخيار السلام والحصول على دولة فلسطينية. سنفتقده بشدة وسيستمر العمل لتحقيق حلمه في الحصول على دولة فلسطينية مسالمة. كما تلقى الرئيس محمود عباس برقية تعزية من الرئيس التونسي قيس بن سعيد، قال فيها: نستذكر في هذا المصاب الجلل مناقب رجلا من رجالات فلسطين الذين عاهدوا الله على الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة وتركوا بصمات في تاريخ فلسطين المشرف، ستذكرها بكل فخر الأجيال المقبلة. واعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري غياب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خسارة جسيمة للحضور الفلسطيني في المنتديات العربية والدولية. وأكد الحريري في تغريدة له على تويتر أن دور الراحل في حلبات التفاوض شكل علامة فارقة من علامات الدفاع عن القضية الفلسطينية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.